حبيتك يا سلطاني يا مين، حبيتك يا محشوق أحلامي، ذا من نور الأنوار يا لفة كل محتار، يا لفة كل محتار حبيتك. عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين لإكمال حديثنا حول مدينة سيد الأوصياء. أستاذنا العزيز، ما هي طبيعة التصاميم المعمارية والهندسية للمدينة، وهل تتوافق مع الطراز الإسلامي لمدينة كربلاء؟ طبعا المدينة حقيقة من الأشياء اللي يعني مفرحة أنه تصميم هذه المدينة والتنفيذ والإشراف كله بواسطة أيادي عراقية وتحت إشراف قسم المشاريع الهندسية. طبعا راعى المصمم هو المزج بين الأصالة والحداثة. الأصالة تعني أنه هذا الطراز، هذه الأقواس والرواقات والفضاءات المفتوحة، بالإضافة إلى الزخارف النباتية والزخارف الهندسية كلها والأقواس توحي بأنه هي جزء وكأنه من العتبة الحسينية المقدسة. الحداثة اللي موجودة هاي هو وجود المواد الحديثة، على سبيل المثال يعني وجود المرمر والجرانيت، حتى الطرق اللي هاي يمكن أول مرة أنه الطرق تكون بواسطة الجرانيت وليس بالإسفلت، لما لهم مشاكل على طبعا بالتنفيذ. بالإضافة أنه شنو وجود مساحات خضراء كبيرة بحدود 24 ألف متر مربع، هاي المساحات الخضراء التي تحتوي على إنارة حديثة ومظلات وأماكن للجلوس وأماكن للعب الأطفال، بحيث تكون كلها يعني تحفة معمارية تنسجم وتتناغم بين الأصالة وبين الحداثة. الإنارة، تصميم الإنارة وكذا، يعني اللجان كانت تذهب إلى الخارج للاتفاق ولاختيار، الاختيار مهم جدا في كل الأجهزة اللي وصلت إلى المشروع، يعني الدمج بين الأصالة الكربلائية والأصالة الإسلامية وبين الحداثة. الحداثة اللي نحتاج يعني هاي شوف السل، الإنارة عندنا، المصاعد اللي موجودة قلت لك، الخدمات كلها عندنا الأخرى من مي وكهرباء ومجاري، أجهزة التبريد كانت متابعة مستمرة إلى مواقع المناشئ، يعني يروح وفد من العتبة الحسينية وفد متخصص فني لاختيار أفضل ما موجود من الأجهزة. السبب في ذلك لأنه هذه المدينة التي أمها ملايين من الزوار والمواطنين يجب أن تكون تعمل بشكل جيد جدا. سمعنا بأن هذه المدينة هي فريدة من نوعها على مستوى العراق، فهل بالإمكان التحدث أو تحدثنا عن الجهة المصممة والمنفذة لهذا المشروع؟ تصميم لهذه المدينة ككل يعني كثير جهات ساهمت به، يعني جهات رسمية وجهات غير رسمية، بالإضافة للنقاشات المتواصلة داخل العتبة الحسينية من قبل الاستشاريين المعماريين والفنانين وكذلك مع سماحة المتولي الشرعي، بحيث يكون هناك نضج لكل حركة ولكل خط يمكن أنه يعني يرسم على، أو كل تفصيل موجود بالمدينة هو أشبع نقاشا. هذا بالنسبة للتصميم. بالنسبة للمواد قلت لك يعني اختيار من عشرات المواد اللي موجودة بالعالم، احنا نختار دائما الأفضل والأحسن وبما يليق بزوار الحسين عليه السلام. يا ثامن صرت تثبيت إيماني، يا ثامن آية بكل أكواني، يا ابن العترة الأطهار، يا لهفة كل محتار، يا لهفة كل محتار حبيتك يا سلطاني يا مين، حبيتك يا محشوق أحلامي، ثامن نور الأنوار يا لفة كل محتار، يا لفة كل محتار حبيتك.
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين وحديثنا حول مدينة سيد الأوصياء. أستاذنا العزيز، هل تتوقع أن مدينة سيد الأوصياء كافية أو قادرة على استيعاب الجموع المليونية؟ وهل هناك نية لإنشاء مثلا مدن أخرى في مدينة كربلاء أو الأماكن المجاورة؟ نعم طبعا، بالنسبة لل يعني المدينة واستيعابها، طبعا مدينة من أربع مدن أخرى موجودة، يعني واحدة على مدينة محور كربلاء نجف، والثانية كربلاء بغداد، وعلى هاي الأولى على بغداد، والباقي على الحلة. هذه المدن طبعا تحل مشكلة، جزء من المشكلة، والله ما ممكن أن تحل المشكلة بالكامل. السبب بذلك أنه خاص بالزيارات، يعني العاشر من محرم والأربعينية، يعني أعداد مليونية كثيرة جدا، يعني تحتاج إلى مساحات، لما يقول دول مو مدينة. بس نجي على الواقع أنه تحل جزء من المشكلة، مثل ما يمكن إحنا المشاريع الأخرى على سبيل المثال، مثلا عندنا هسه صحن العقيلة عند منطقة بين الحرمين، عندنا الحائر الحسيني، هاي كلها تنظيف مساحات لخدمة الزوار. وإحنا إن شاء الله طموحنا وأملنا أنه نحل المشكلة بالكامل. فهاي المدن دليل يعني العملي على هذا، أنه المدن اللي موجودة المنشأة كانت بزيارة الأربعين استقبلت قسم المدن 4 ملايين وقسم 3 ملايين من الزائرين، اللي وقسم الزائرين لا ما يدخلون يعني، بس قصدي هذه أعداد كثيرة لأنه تقدم خدمات مميزة عن باقي خلينا نقول المخيمات أو الأماكن الأخرى. هل هنالك نية مثلا من إنشاء مدينة أخرى أو مدن أخرى في مدينة كربلاء أو الأماكن المجاورة؟ طبعا طموحنا إحنا إن شاء الله كبير، خاصة لأنه قلت لك يعني نريد نحل مشكلة الزوار ونقدم، يعني هذا واجب العتبة الحسينية الأول، هو تقديم أفضل الخدمات للزائرين. فكان عندنا يعني حقيقة مشروع طموح هو بناء عشرة مدن زائرين على المنافذ الحدودية بينه وبين الدول المجاورة، على سبيل المثال مثلا في صفوان وفي مهران وفي الشيب وفي الشلامتشة، مدن زائرين نحتاج لأنها تكون فصورة ووجه للعراق، وما كل ما نقدمه للإمام الحسين عليه السلام فهو قليل جدا. يعني إن شاء الله هذا جهد متواضع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ووفق إدارة العتبة الحسينية في تقديم المزيد، وبما يخدم زوار أبي عبد الله الحسين الذين يستحقون كل خير وراحة وأطمئنان في ظلال مدينة كربلاء المقدسة. هز روح الشوق بجنحانه وداني يم باب النور اللي ذايب وجداني، قلبه احساسه ودقاته بابك خليته، لوحة حب يرسم تقبلها ظلت امنيته، دمع الحب يا ثامن غاية فرضك صليته فرضك صليته. ما هو الهدف من إنشاء هذه المدينة الجميلة والكبيرة، وما هو الشيء الذي يميزها عن باقي المدن الأخرى التي أنشأتها العتبة الحسينية المقدسة؟ الهدف الرئيسي كما أسلفت أنه هو يعني إيجاد فضاءات مريحة وتقدم خدمات للزوار وكذلك للمواطنين في خلال أيام الاعتيادية. على سبيل المثال لدينا إحصائيات أنه في الأيام الاعتيادية اللي لا توجد بها زيارة، عشرات الآلاف يدخلون هذه المدن، خاصة بالنسبة للمواطنين القريبين مثلا محافظة كربلاء أو بابل أو بغداد، توفر هذه المدن اللي هي المدينة الرابعة من راحة نفسية وإطمئنان، لأنه تحتوي على مساحات خضراء كبيرة. الشيء الثاني أنه نفس هاي المدينة مثل وجود المسجد، هذا دائرة ثقافية كاملة يمكن إقامة دورات ودورات قرآنية وفقهية وكذا لأهل المنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى خدمات المركز الصحي. الخدمات الكبيرة المهمة كذلك هي هاي وجود الشقق السكنية، وهذا الشقق السكنية هو لإقامة المؤتمرات والاحتفالات، وخاصة بموالد الأمة والمناسبات الأخرى، لأنه إحنا نحتاج
لهكذا مؤتمرات وهكذا في سبيل التغطية الإعلامية وفي سبيل يعني نشر مظلومية الإمام الحسين عليه السلام ورفع راية الإمام الحسين عليه السلام لكل أرجاء المعمورة. يعرف كل واحد دق بابين معروفة تنحل كل شدة وكل مطلب. كلمة أخيرة تحب تضيفها؟ والله الكلمة الأخيرة احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يديم هاي النعمة حقيقة، نعمة الأمان في كربلاء، وكذلك نعمة الإدارة التابعة تحت نظارة المرجعية العليا في النجف الأشرف. وهذا العمل إن شاء الله نطلب من الله سبحانه التوفيق وتقديم المزيد والمزيد بما يحقق الهدف الرئيسي وهو خدمة زوار أبي عبد الله الحسين، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. شكرا جزيلا للرئيس المهندسين محمد حسن كاظم رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة على هذه الجهود المباركة. شكرا لكم إلى اللقاء إن شاء شكراً الله. جزيلا شكرا. وإلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم لنهاية هذه التغطية، نأمل من الله أن نلتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله. كان معي في التصوير زميلي أحمد الجبوري وأنا محدثكم مازن السلامي، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعرف كل واحد دق بابين معروفة تنحل كل شدة وكل مطلب تجفوفة. يلساكم توسوا للعالم فاتح بيبانك، غرقان الدنيا وعالمها في بحر حسانك، يا ضامن حاجتك الحاير أصبح عنوانك، أصبح عنوان دلالك.